اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مع الجولة الثانية والسؤال الثاني مع الاخ ماهر من الحيالي والاخت اسماء الموصلي. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا بك. شلونك؟ الحمد لله صحتي زينة؟ مرتاحة؟ الحمد لله. متونسة بالبرنامج؟ ايه. والله؟ والله يا الله يا الله. إذا احكي لي شوي عن نفسك، اسمك، عملك، هواياتك. أسماء صالح، موظفة. أسماء صالح، موظفة حكومية. أسماء صالح، موظفة؟ حكومية. نعم. وهواياتك شنو؟ القراءة والطبخ. حلو، القراءة والطبخ، يعني ممكن تطبخين وتقرين. ايه. مو والله؟ لا، كل من الوقت. والله؟ يا الله. والطبخ، الطبخ. الطبخ الموصلي أنا أموت عليه. أحسن شيء تطبخين شنو؟ يعني شنو؟ تشاريب والقليات. تشاريب؟ لا، تشريب. تشريب؟ ايه. تشريب يابا. يابا تشريب يا معود يا الله. بس انا احب التشريب ابو القص. تسوينه؟ اسويه. تسوينه؟ اسويه. هذا كنت اكله انا وين؟ بالسرج خانه. ايه. مو صحيح؟ بالدواء؟ لا، بالسرج خانه بالسوق. اي نعم، اطب جوا يسوون تشريب والقص ويا القليه. الله الله يا الموصل، يا ام الربيعين، يا ام الخير. واهلا وسهلا بيك اخت اسماء، وانتم على الراس يا اهلا ومرحبا. والاخ ماهر. ماهر عبد الجبار، خريج معهد تكنولوجيا، وحاليا نعمل كوافير رجالي. كوافير. هوايتي السباحه وفن الحلاقه. يا اهلا وسهلا. هواية همنا فن الحلاقة. لا طيب، محترف. من المحترفين. هذا تلميذي، هذا حلقني. ها؟ تلميذي. تلميذك؟ اي. ايش قصة لك بالحلاقة؟ يعني من 94. من 94؟ اي. والآن يعني تتقدم ها؟ عندك محل ببغداد ولا وين؟ ببغدادي حاليا. والله؟ من أجيك رأسا أجيك إن شاء الله، أوكي؟ دلل. بس مرة مرتين أجي. دلل. بس لا تخربط شاريخي. من المحترفين أنا من الشرق الأوسط ترى. محترف. يلا. إذا ما دام محترف بالحلاقة خلوا نروح على السؤال الثاني. إيد ورا الظهر، إيد ورا الظهر، إيد على الطاولة. والسؤال يقول، خلنا نتهيأ، اذكر أشياء تشاهدها في الطرق العامة. شو خفتك بس؟ ما لحقت يا ما لحقت يسوي. عبالك عبالك بالسلو موشن. ست أسماء ها؟ سيارات. السيارات. نعم، وهو احتمال سادس. خلينا نشوف احتمال أعلى. شو تقول ماهر؟ اللي يبيع السجائر. اللي يبيع السجائر؟ اي السجائر. الجقائر يعني. بياع الجقائر. خطأ. يعني هذا شلون لقفته؟ إلا بالميكروسكوب يجي تشك. مو؟ يعني ما بس ابو بس اللي يبيع جقائر. تفضل اخ ماهر، تفضل تفضل تفضل. ست اسماء